أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد من اللغة العربية التحبير الكتابي. الكتاب واحد الكلمات. إذا أولا التلخيص، أكتسب، أقرأ الفقرة الأولى والثانية من النص الكنز العظيم ثم أنجز المطلوب. أولا، ما هو الذي فرضه الأب على أبنائه؟ إذا باختصار قبل أن نعود إلى النص، أولا قراءة كتاب كل أسبوع أكثر من 50 كتابا في العام، هذه إرجاء الإجابة. ثانيا، من كان يوصل الكتب إلى البيت؟ كان إبراهيم صاحب المكتبة هو الذي يوصل الكتب إلى البيت. ما الذي تغير حين كبر الأبناء؟ إجابة عن السؤال التالي، وحين كبرنا قليلا أغلق إبراهيم مكتبة وأقلع عن الحضور، لم نقلع نحن عن القراءة أبدا، كنا نبحث عن بدائل فعثرنا بالفعل على مكتبات وكتب متنوعة، لم ننسى لإبراهيم فضله فقد بقينا نذكره على الدوام. من خلال ما توصلت إليه من أفكار أصوغ ملخصا للفقرتين بالاستعانة بالنموذج الآتي. إذا فرض علينا أبي أن نقرأ في كل أسبوع، وكان السيد هو الذي، وحين كبرنا لم ننقطع عن القراءة ولم ننسى فضله. إذا قمنا بصياغة تلخيص كما نلاحظ هنا. فرض علينا أبي أن نقرأ في كل أسبوع كتابا، كان السيد إبراهيم صاحب مكتبة هو الذي يوصل الكتب إلى البيت بدراجته النارية، وحين كبرنا لم ننقطع عن القراءة رغم أن إبراهيم أغلق المكتبة لأننا بحثنا عن مكتبات وكتب متنوعة، لم ننسى فضل إبراهيم فقد بقينا نذكره على الدوام. إذن سأعيد، فرض علينا أبي أن نقرأ في كل أسبوع كتابا، كان السيد إبراهيم صاحب مكتبة هو الذي يوصل الكتب إلى البيت بدراجته النارية، وحين كبرنا لم ننقطع عن القراءة رغم أن إبراهيم أغلق المكتبة، إننا بحثنا عن مكتبات وكتب متنوعة، لم ننسى فضل إبراهيم فقد بقينا نذكره على الدوام. تلخيص 2، أقرأ النص التالي ثم أنجز المطلوب. يعرف المغرب عدة رقصات يمكن إجمالها في 4 أنواع، هي رقصة العلاوي وتعتمد على صيحات دون غناء، كذا البندقية أو العصا إضافة إلى ضرب الأرض بأرجل والتحريك بأكتاف بقوة، والرقصة أحدوث تعتمد لونا واحدا من الآلات الموسيقية وهو الدف، يمارسها الرجال والنساء معا مصطفين مسندين أكتافهم بعضا إلى بعض، ورقصة أحواش ويمارس هذا النوع الرجال والنساء على السواء، وتستخدم فيه آلة البندير ورقصة الكدرة، وتعتمد أساسا آلة الطبل، وتعرف برقصة الرجال الرسقي لكون الراقصين يرتدون ألبسة زرقاء وتشارك فيه المرأة. إذن أولا أستخرج أفكار نص بالإجابة عما يلي: ما أنواع الرقصات الشعبية في المغرب وما مميزات كل رقصة؟ إذن ما أنواع الرقصات الشعبية في المغرب؟ قم الإجابة عن هذا السؤال. أنواع الرقصات الشعبية في المغرب: رقصة العلاوة، ورقصة أحيدوس، ورقصة أحواش، ورقصة الكدرة. ثانيا، ما مميزات كل رقصة؟ إذن تعتمد رقصة العلاوي على صيحات دون غناء مع حمل بندقية أو عصا وضرب الأرض بالأرجل وتحريك الأكتاف، وتتميز رقصة أحيدوس باستعمال الدف ويمارسها الرجال والنساء معا، وتتميز رقصة أحواش باستخدام البندير ويمارسها الرجال والنساء على السواء، وتتميز رقصة الكدرة باعتمادها على آلة الطبل، وتعرف برقصة الرجال الرسقي وتشارك فيها المرأة أيضا. إذن أصوغ ملخصا للنص بالاستعانة بما يأتي. إذن قد سأقوم من خلال تلك الإجابة التي أجبت عليها بصياغة ملخص. نلاحظ أنواع الرقصات المغربية هي رقصة العلاوي التي تعتمد على الصيحات والبندقية أو العصا، ثم الرقصة أحيدوس التي تعتمد على آلة الدف يمارسها الرجال والنساء معا، بالإضافة إلى رقصة أحواج التي تستعمل آلة البندير ويمارس الرجال والنساء معا على السواء، وأخيرا
رقصة الكدرة التي تستخدم آلة الطبل، أو تشتهر برقصة الرجال الرسغ، وتشارك فيه المرأة أيضا. ومن هنا قد انتهينا من هذا الدرس، التلخيص الأول والتلخيص الثاني من كتاب واحة الكلمات، التعبير الكتابي.